طقه واحده. فهني قاعد اطالع، فهني هني انا شفت قاعد ينعرض على الام بي سي، قاعد ينعرض مسلسل غصن مكسور حق نايف الراشد، ومع امل العوضي وهدى الخطيب مع محمد يعني اسمهان توفيق، في مجموعه يعني. طبعا هو في ناس تكلمت عنه، انا عاد بتحكي عن اشياء لاني شفته، مع انه والله حبيبي يعني نايف، بس نايف يعني في شغله انا يعني انا رايي في رمضان 2000 و يعني 2014 انا اقول لك والله نصيحه مني لله، لا تسوي مسلسل في 2014 في رمضان. انت تسوي في رمضان 2014 يا تسوي لك يا اعلان دوفيدوف او مارلبورو صراحه، لانه يعني انا حسيت ان غصن مكسور يا كان بدعم من يعني مصنع تبغ يعني مسوي يعني يعني كم مصنع خلصت في المسلسل، كمية دخان مو طبيعية. حطوا لنا غصن مكسور واحد ونرجع ما نأسف بعد من إزعاج نتكلم عن غصن مكسور ونتحكي عن تفاصيله، بس شوف كمية الدخان اللي دخنها نايف الراشد. أنا والله يعني والله ذكرني بالإعلان مارلبورو القديم هذا اللي قاعد بالبر وكنا نشوفه بالثمانينات وحاطه يعني وايد عطاني إحساس إن غصن مكسور برعاية سيجار ديفيدوف. شوفوا نرجع